السلام عليكم. ملفنا اليوم سيكون عن رواية أحداثها حقيقية، فصولها تزداد اشتعالاً وإثارة مشهداً وراء آخر. لكن الغريب في روايتنا هذه، والذي قد يصل إلى العجب العجاب، أن بطلها ونجم شباكها قد يغيب عن خشبة المسرح، رغم أن الإثارة، كل الإثارة تتمحور حوله. هو دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، وحديثنا عن أولى مناظرات الحزب الجمهوري بثمانية مرشحين محتملين للفوز ببطاقة الحزب المؤهلة لخوض انتخابات رئاسية لسكن البيت الأبيض. لكن أيكون للمناظرة بريق بدون ترامب؟ أتكون بنفس متعة حضوره؟ أستفقد جمهورها بغيابه جسداً وحضوره طيفاً غير مرئي؟ حالة استثنائية فريدة من نوعها أحدثها ترامب في بلاد العم سام، جعلت الأضواء كلها حوله أينما ارتحل، لا تفارقه أبداً حتى وهو بعيد عن مكتب بيضاوي حاكم. أيستمر الرجل بهذا الزخم؟ أم تتبدل في الأمور أمور بقضاياه الكثيرة المحيرة، فتتوه معها بوصلة الاتجاهات عن تحديد شمال من جنوب؟ أيكون في غياب ترامب منحة لمنافسيه للظهور؟ أم قد يفاجئهم بفرصة حضوره الضئيلة جداً، لكنها إن حدثت ستبيت معها أمريكا ليلة ساخنة لم تشهدها من قديم الأزل؟ أمور عديدة كثيرة محيرة، يبقى فك طلاسمها فقط رهناً للساعات المقبلة. سلمنا الله عليكم. Democracy is literally on the ballot. This is a defining moment for the nation. We gotta win. Vote, vote, vote. And we are a nation that loves to be rained upon. Let's stay out here. ثمانية مرشحين جمهوريين يتنافسون على جذب أنظار الناخبين الأمريكيين في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024، لكن من دون مشاركة المرشح الأوفر حظاً، الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي كما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية. ورغم غيابه، ترى الصحيفة الأمريكية أن ترامب سيلقي بظلاله على المناظرة مع ظهوره المتوقع بشكل مستقل في مقابلة مسجلة سيتم بثها في نفس توقيت المناظرة وقبل يوم واحد من موعد تسليم نفسه للسلطات في ولاية جورجيا. ذا هيل رأت أيضا أن حاكم ولاية فلوريدا روندي سانتس سيواجه لحظة حاسمة بعد أن ظلت حملته مخيبة للآمال حتى الآن، فقد فشل ديسانتس في إلحاق أي ضرر بترامب من خلال مهاجمته، وحتى تربعه على المركز الثاني في استطلاعات الرأي يبدو متأرجحاً وسط المنافسة مع المرشحين الآخرين. اليوم تبدو المناظرة اختباراً حاسماً، فإذا خسر ديسانتس مكانته كبديل رئيسي لترامب لصالح أي مرشح آخر، سيعني اختفاؤه من ساحة المنافسة ومواجهته لمشكلات حقيقية، ما يعني أن ترامب أصبح بلا منافس حقيقي داخل الحزب الجمهوري. إذن ترقب كبير مع بدء المناظرة الأولى للمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في غياب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أسماء ثمانية جمهوريين تأهلوا للمناظرة الأولى للحزب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية. فما القضايا التي سيطرحها المرشحون في المناظرة الأولى، وماذا عن ردود الأفعال حولها؟ غياب فعلي لترامب أو حضور مفاجئ، سيناريوهان يتوقعهما ملايين الأمريكيين مع إذاعة أول مناظرة تلفزيونية للمتنافسين على بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إذ يعرض المرشحون المحتملون بشكل منفصل رؤيتهم الانتخابية. فهل تشعل المناظرة التلفزيونية الأولى انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
المناظرة الجمهورية الأولى التي تقام في ميلواكي بولاية ويسكونسون وسط تتوقعات الصحف الأمريكية بغياب ترامب عن المناظرة. فبدلاً عن غيابه سيجري ترامب مقابلة على الإنترنت مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون، إلا أن الحضور المفاجئ يظل خياراً غير مستبعد لترامب. قضايا الهجرة والمخدرات والحدود والقضايا الثقافية والاجتماعية إضافة إلى قضايا الجندر والتنوع والعرق تعد أبرز ما ينوي مرشح الحزب الجمهوري الحديث عنه، وكذلك قضية قلب انتخابات 2020 والتي يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب تهما فيها. تضم قائمة المتحدثين حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس المرشح الأبرز لمنافسه دونالد ترامب رغم الفارق الكبير بينهما في أرقام استطلاعات الرأي، ونائب الرئيس السابق مايك بينس والسفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي والسيناتور الجمهوري تيم سكوت. استعدادات كثيرة اتخذت للمناظرة الأولى التي اتسمت بأنها الأكثر غرابة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إذ إنه حدث يعتبر البداية غير الرسمية لحملة الخريف فضلاً عن جذبه عشرات الملايين من المشاهدين، ويمثل المرة الأولى التي يراقب فيها العديد من الناخبين المرشحين المحتملين عن كثب. إذن يتغيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن المناظرة الأولى للفوز بترشح الحزب الجمهوري، لكنه استطاع في نفس الوقت سحب بساط المشاهدة من منافسيه المرشحين الجمهوريين المشاركين في المناظرة من خلال ظهوره المقرر مع مقدم البرامج السابق بقناة فوكس نيوز تاكر كارلسون على منصة إكس تويتر سابقا. للمزيد من النقاش والتحليل اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية. معنا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، ومن واشنطن السيد برانت سادلر الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية، ومن واشنطن أيضا السيد توماس جورجيسيان الكاتب والباحث السياسي، ومن ألاباما الدكتور جيدويغ ديفيس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تروي. أهلا بكم جميعا، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من القاهرة الدكتور أحمد. دكتور أحمد، مع بدء المناظرة الرئيسية أو الرئاسية التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، كيف نقرأ هذا المشهد؟ تحياتي لك أستاذ كمال ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام وأيضا لضيوفك الكرام. في الواقع أننا أمام نقول عرض أو مسرحية بطلها غائب وهو ترامب. ترامب ليس فقط مرشح ضمن عدد مرشحين حزب جمهوري، ولكنه رئيس سابق ورئيس محتمل، وهو أيضا رئيس متهم، وهناك أربع حزم من الاتهامات هي أعتقد ستكون الشغل الشاغل أو الاهتمام الأكبر بالرئيس ترامب. وبالتالي هذه المناظرة وإن كانت تبدو كفرصة ربما لترشيح ربما بديل عن ترامب إذا ما تعثر الرجل أو خرج من السباق لاعتبارات خاصة بالمحاكمة أو المطاردة السياسية من قبل الديمقراطيين، لكن الاستطلاعات الرأي قالت أن الحزب الجمهوري أو غالبيته قد حسمت الأمر حتى قبل المناظرة. يعني كل استطلاعات الرأي تقول أن ترامب هناك فرق كبير، يعني 53% لترامب مقابل 17 أو 16% لديسانتيس، ثم المرشحين الثمانية أو الستة أو السبعة الآخرين لم يتعدوا العتبة الانتخابية ولم يتجاوزوا 6%، هم أغلبهم 1% 2%. صحيح. وبالتالي عمليا نقول أن هؤلاء ليس لهم ثقل سياسي أو ثقل رؤية يمكن أن تجعل حتى الناخب الجمهوري يفكر في بديل. ماذا لو ترامب غاب عن المشهد لاعتبارات قانونية أو لم يكمل السباق؟ وبالتالي هنا ترامب والرسالة تقول أن ترامب هو مرشح الحزب، أن الحزب الجمهوري حتى الآن ربما أخفق في إيجاد أو تنشئة بديل آخر للرئيس ترامب، وأن البديل الذي كان يعول عليه الكثيرون وهو حاكم فلوريدا دي سانتيس ربما قد خيب الأمال. لكن بقية المرشحين مايك بينس، نيكي هيلي، كريس كريسبي، كلهم حتى رجل الأعمال في كلهم لم يقدموا رؤية أو يقدموا بديل عن ترامب. ولذلك المشهد اليوم الأنظار ستتجه إلى مقابلة ترامب مع المذيع بفوكس نيوز السابق. أيضا سيكون السؤال الأساسي والحاسم في هذه المناظرة
ما هو الموقف من ترامب؟ ما هو الموقف من المحاكمات؟ هل تعتقدون أو السؤال أن ترامب مضطهد سياسيا الديمقراطيين؟ هل تتعاطفون مع ترامب أم ترون أنه منتهك القانون؟ وبالتالي هنا سيكون هذا السؤال هو الحاسم لخيارات هؤلاء الناخبين. مايك بينس تخلى عن ترامب، نيكي هيلي تخلت عن ترامب، دي ساندس ربما حاول أن يمسك العصا من المنتصف وهو أيضا فقد التعاطف، لأن الحزب الجمهور والجمهور العريض بيرى أن ترامب الآن أخلاقيا الرجل في موقف في معركة مع الديمقراطيين، وأن الجانب الأخلاقي يفرض الوقوف معه وليس التخلي عنه أو ليس بيع. إذن كلما زادت الاتهامات ضد ترامب كلما زاد التعاطف معه. أذهب إلى واشنطن والسيد سادلر ضيف الكريم من هناك. سيد سادلر، لماذا يغيب ترامب عن هذه المناظرة، المناظرة التمهيدية الأولى بالنسبة للحزب الجمهوري رغم كونه المرشح الأوفر حظا وفقا لاستطلاعات الرأي على المستوى الوطني في كامل تراب الولايات المتحدة الأمريكية؟ الأمر مخيب للآمال تماما أن السيد ترامب لم يخطط أن يكون حاضرا في هذه المناظرة ويرغب في أن يتخذ بعض المقابلات الإعلامية في نفس الوقت. لست على يقين أنه سوف يكون ناجحا في جذب المزيد من الاهتمام ولإيصال رسالته، ولكن الأمر مخيب للأمام لأن الناخبين الأمريكيين يستحقون كافة هذه الفرص ليكرون هذه المناظرات. فالأمر مخيب للآمال تماما، والأمر مختلف عما هو معتاد عليه، وأنا لست على يقين أن هذا يصب في صالح ترامب. هو يحاول اتخاذ هذه الخطوات بناء على افتراضات تاريخية أن هو المرشح الأكثر حظا وربما يخسر مكانته ويخسر فرصته، وهو يتجاهل هذا التاريخ الذي كان هناك ثقل في التاريخ الماضي. ولكن المحافظين في الولايات المتحدة سوف يهتمون بيرون كيف يتغير هذا الموقف السياسي وما يمكن أن يطرحه مجددا على طاولة المفاوضات والذي ما يمكن أن يطرحه من خلال هذه المناظرات. ولكن لابد من يتخذ هذه الخطوة ليرى الشعب الأمريكي والناخبين مزيدا من الفرص والخيارات من ترامب. سيد سادلر، أعود إلى جملة أنت ذكرتها أن الأمر لا يصب في صالح ترامب، لكن كل الخطوات السابقة تشير إلى عكس ذلك، تشير إلى ارتفاع استطلاعات الرأي، نصيب الرجل من استطلاعات الرأي الأمريكية بالنسبة للحزب الجمهوري وصلت إلى 53%. أعتقد أن هناك كثير من المحافظين وكثير من المعتدلين سواء في الحزب الديمقراطي والجمهوري يحبون ويعجبهم ما يفعله ترامب، وهو ما يحاول أن يكون صراعا أمام النظام الأمريكي، وهذا أيضا رأينا أنه يرتبط بالتضخم وبعض القضايا الاجتماعية والمدرسية وفي جدول أعمال ربما يكون منفصلا عن الحقائق والوقائع كما هو الحال مع بايدن. فبالتالي في ضوء ما يرغب إليه ترامب، أعتقد أن هناك كثير من المحافظة والمعارضة أيضا، ولكن لا يرى الشعب الأمريكي أن يرون نفس هذا المسار. ولكن أعتقد أنك خسارة كثيرة لصالح ترامب. فبالتالي لأحد الأمور للاختبار هذه الأمور أنه في الغد عندما يكون هناك عملية انتخابات سوف نرى ترامب سوف يخسر الكثير، لأن بعض المرشحين سوف يكون واضحين أكثر ويعطون مزيدا من التفاصيل بشأن السياسات والمقترحات وما يقدمونه للشعب الأمريكي وأمريكا بشكل عام. على النقيض فإن غياب ترامب لا يطرح رؤيته بشكل واضح أمام الناخبين الأمريكيين. نعم، استسمعكم عذرا في الانتظار معي إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا منذ لحظات، حيث أكدت وزارة الطوارئ الروسية تحطم طائرة من طراز إمبراير لخدمات رجال الأعمال وعلى متنها 10 أشخاص. أفادت أيضا بوفاة جميع من كان على متنها وهم 3 طيارين و7 ركاب، مشيرة إلى أن الطائرة كانت في رحلة إلى سان بطرسبرغ وتحطمت في منطقة قريبة من شمال موسكو. للمزيد على هذا الأمر ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، أهلا بك في البداية، وماذا عن تفاصيل هذا الخبر؟ نعم كمال، تحطمت الطائرة في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو. الطائرة كانت متجهة من مدينة موسكو إلى مدينة سان بطرسبرغ
الطائرة مملوكة إلى قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. أنباء تتحدث عن أن بريغوجين قتل مع التسعة الآخرين في من خلال تحطم الطائرة. وسائل إعلام وأيضا مجموعات تابعة إلى مجموعة فاغنر تتهم وزارة الدفاع الروسية بأنها هي من قامت بإسقاط الطائرة عبر الدفاعات الجوية. هيئة الأرصاد الجوية الرسمية الروسية أكدت على أن بريغوجين قائد فاغنر كان من بين الركاب الذين توجهوا إلى مدينة سان بطرسبورغ عبر هذه الطائرة. إذن نحن أمام معلومات متضاربة. حسين، هل تم تأكيد هذا الأمر بوجود يفغيني بريغوجين من بين الركاب هذه الطائرة؟ تم تأكيد هذا الأمر؟ بالنسبة للمجموعات التابعة إلى مجموعة فاغنر، نعم كمال أكدت هذا الأمر، وأيضا أكدت على أن بريغوجين قتل مع التسعة الآخرين من خلال تحطم الطائرة في منطقة دفير شمال العاصمة الروسية موسكو. حتى الآن لا يوجد أي تعليق من قبل السلطات الرسمية الروسية أو أي رد من قبل السلطات الروسية على ما تعلن عنه مجموعات والوسائل الإعلام التابعة إلى مجموعة فاغنر، لكن هذه المجموعات قامت بنشر بعض الفيديوهات، بعض أيضا الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة إلى مجموعة فاغنر تحدثت عن أن قائد فاغنر تم قتله من قبل وزارة الدفاع الروسية. تم إسقاط هذه الطائرة عبر الدفاعات الجوية الروسية. هناك اتهام واضح من قبل مجموعات فاغنر إلى وزارة الدفاع الروسية بأنها هي من قتلت يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر، والتسعة آخرين في الطائرة كانوا ذاهبين إلى مدينة سان بطرسبورغ. الطائرة تحطمت في منطقة دفير شمال العاصمة الروسية موسكو. نحن الآن نترقب ما ستعلن عنه وزارة الدفاع الروسية أو أي من السلطات الرسمية الروسية، لكننا كما يمكننا الجزم بأن مجموعات فاغنر أكدت على مقتل قائدها يفغيني بريغوجين من خلال تحطم الطائرة في ضواحي دفير. نعم حسين، لكن في نفس الوقت يعني نتحدث عن وجود بريغوجين في داخل روسيا ذاهبا من موسكو إلى سان بطرسبرغ، مع أن الأخبار السابقة تشير إلى وجوده في بيلاروسيا. ما سبب وجوده في روسيا؟ كمال يفغيني بريغوجين قبل أن يكون قائد لفاغنر هو مواطن روسي يحمل جواز السفر الروسي، وهو أيضا يتواجد في معظم الأوقات إما في العاصمة موسكو أو في مدينة سان بطرسبورغ. بريغوجين خلال الفترة القليلة الماضية نشر فيديوهات على صفحات تابعة له عبر موقع التليجرام تؤكد على أنه في دولة مالي في القارة الأفريقية. وتحدث بريغوجين خلال الفترة الماضية عن أنه ذهب إلى أفريقيا لمساعدة الشعب الأفريقي والدول الأفريقية، وأيضا أشار إلى لكي تكون روسيا أفضل وتنال الحرية بشكل أفضل. اليوم خلال ساعات الصباح الأولى وتحديدا بعد إعلان وكالة ريا نوفستي الروسية عن خبر إعفاء سيرجي سيروفكين الجنرال وقائد القوات الجوية وأيضا نائب قائد العملية العسكرية الخاصة، إعفائه من منصبه وتعيين جنرال مكانه، بريغوجين تهجم على وزارة الدفاع الروسية وأكد على أن الساسة الروس يريدون التسوية مع أوكرانيا ومع الغرب لأنهم غير آبهين بالشعب الروسي وأولادهم ليسوا هم من يقاتلون في الأراضي الأوكرانية. أيضا بريغوجين خلال الساعات الماضية وقبل إعلان وكالة ريا نوفستي نقلا عن مصادر عسكرية أكد على إعفاء وزارة الدفاع الروسية لسيرجي سيروفكين. إذن هي اتهامات، هي مشاكل وأيضا معلومات يتهمها بريغوجين لوزارة الدفاع الروسية. ومنذ حادثة التمرد في 24 من يوليو الماضي بريغوجين حتى الآن يقوم كل يوم باتهام وزارة الدفاع الروسية. اليوم ومنذ قليل تحطمت الطائرة في منطقة دفير شمال العاصمة الروسية موسكو. عناصر فاغنر المجموعات الإعلامية التابعة لفاغنر تؤكد على أن بريغوجين قتل مع التسعة الآخرين نتيجة إسقاط وزارة الدفاع الروسية لهذه الطائرة. الجميع ينتظر في حال صدق الأمر أو تأكد الأمر
وكان بريغوجين من بين الذين قتلوا في هذه الطائرة، فإن روسيا ستشهد سيناريو خطير جدا، لربما ستعاد ذاكرة 24 من يوليو الماضي، أي حادثة الانقلاب والتمرد التي قامت بها فاغنر والإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الروسية في ذلك الوقت، لربما ستعاد هذه الذاكرة أو هذه الأمور إلى الواجهة اليوم وخلال الساعات المقبلة. نعم حسين، المشاهد الأولى التي تعرض على الشاشة الآن هي المشاهد الأولى لإسقاط هذه أو لسقوط هذه الطائرة حتى هذه اللحظة، حتى يتأكد هذا الأمر هي سقطت أم أسقطت عنوة بالفعل. لكن أعود مرة أخرى إلى الأمر الذي ذكرته حسين، إقالة قائد القوات الجوية الروسية منذ ساعات أو بالأمس أو أول أمس، هل هذا الأمر مرتبط بهذا الإسقاط أو هذا السقوط للطائرة ومقتل قائد فاغنر؟ يجب أن نؤكد كمال بأن معظم الأشخاص أو هناك نظريات وقراءات مختلفة في الداخل الروسي، فمن هم يؤيدون فاغنر ويؤيدون بريغوجين يؤكدون على أن إقالة أو إعفاء سيرغي سيروفكين من منصبه وتعيين جنرال آخر مكانه، وأيضا من إعفاء بعض الجنرالات في الصفوف الأولى أو الصف الأول لوزارة الدفاع الروسية، فهناك اتهامات من قبل عناصر فاغنر إلى وزير الدفاع ورئيس الأمكان وقائد العملية الجنرال فاليري غيراسيموف وأيضا وزير الدفاع سيرغي شيغو، هناك اتهامات لهم من قبل عناصر فاغنر بأنهما فقط يديرون الحرب والعملية العسكرية من مكاتبهم من موسكو وغير أبهين بالشعب الروسي، اتهامات عديدة. وأيضا في المقابل هناك اتهامات من قبل وزارة الدفاع إلى قائد فاغنر وإلى ما يقوم به قائد فاغنر، وخاصة حادثة التمرد التي قام بها. هل يمكننا أن نربط حادثة إعفاء الجنرال سيروفكين مع تحطم أو مع سقوط أو إسقاط الطائرة حتى هذه اللحظة؟ لا يمكننا الربط بين هذين الحادثين، لكن الساعات المقبلة ستفصل وستشرح وستكشف لنا إمكانية ربط هذين الحادثين مع بعض أو عدم ربطهما، لأن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات رسمية يمكننا الاستناد عليها وتقديمها إلى المشاهدين، فقط هي اتهامات من قبل المجموعات التابعة إلى مجموعة فاغنر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المجموعات هي كانت مجموعات رئيسية يصرح من خلالها قائد فاغنر يفغيني بريغوجين. هذه المجموعات الآن تتحدث عن أن بريغوجين قتل مع الركاب الآخرين في الطائرة التي تحطمت في منطقة الدفاع. نعم حسين، سؤالي الأخير لك هو متعلق بالهجمات الأخيرة التي حدثت على موسكو بطائرات بدون طيار، آخرها كان اليوم وتم تعليق الطيران في مطار موسكو، هل هذا الأمر أيضا قد يكون مرتبطا نوعا ما؟ أعلم بالتأكيد أن المعلومات هي أولية للغاية، لكن هذا الأمر قد يكون مرتبطا نوعا ما بما تتابعه من أخبار في الداخل الروسي، قد يكون مرتبطا بإسقاط الطائرة أو بسقوط الطائرة بالأحرى؟ لربما كمال. نعم سؤال ذكي وسؤال وجيه جدا وسؤال مهم منك كمال. لربما في حال أكدت وزارة الدفاع على أن هذه الطائرة تحطمت نتيجة إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الروسية، لربما بأن تكون هناك بعض الأخطاء لدى القوات أو لدى الدفاعات الجوية الروسية، لربما ظنت الدفاعات الجوية الروسية بأن هذه الطائرة هي التابعة إلى القوات الأوكرانية، لربما اعتماد هذه النظرية، لكن حتى الآن هذه النظرية بعيدة عن الحقيقة ومن غير المستبعد بأن تتبناها وزارة الدفاع الروسية. أما بالنسبة للهجمات والطائرات المسيرة التي يتم إسقاطها بشكل يومي في الداخل الروسي، فهذه الهجمات اعتبرها الخبراء على أنها أمر اعتيادي نتيجة التقدم ونتيجة القصف الروسي المكثف على مراكز ومخازن لتخزين الأسلحة الغربية في الأراضي الأوكرانية، فإطلاق أوكرانيا للمسيرات أصبح أمر طبيعي كردة فعل على ما تقوم به روسيا في العملية العسكرية. لكن كمان دعني فقط أشير إلى نقطة مهمة بأن حاكم منطقة زاباروجي باليتسكي، ونقلا عن اللقاء الذي حصل بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الليلة الماضية تحديدا في ساعات الليل
المتأخرة باليتسكي أكد على أن الرئيس فلاديمير بوتين قال له بأن ما تقوم به روسيا الآن أو ما يجري الآن هو عادي بالنسبة لما سيحصل في الخريف، فهناك المزيد والمزيد من الأمور التي تثير الاهتمام في فصل الخريف. إذن هي رسالة وإشارة من قبل حاكم زاباروجي إلى الداخل الروسي وإلى الخارج أيضا بأن الفترة المقبلة ستكون صعبة، في حال تأكدت أنباء مقتل بريغوجين الآن فهذه أيضا تعتبر من ضمن الأمور أو المسارات التي تشير إلى الخطورة وإلى أيضا الفترة السيئة التي ستصيب روسيا بطبيعة الحال وأيضا ستصيب العالم بشكل كامل. نعم، أشكرك بشكل مؤقت زميلي العزيز حسين مشيك مراسلنا من روسيا، سنعود إليك بالتأكيد مع وجود معلومات جديدة في هذا الأمر. وأذهب مرة أخرى إلى ضيوف الكرام في ملف اليوم، وأذهب مباشرة إلى واشنطن والسيد توماس جيرجسيان الكاتب والباحث السياسي. سيد توماس، هذه الأخبار التي ترد إلينا من موسكو بالتأكيد تتابعها الولايات المتحدة بشكل رئيسي، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يقال أنه كان على هذه الطائرة التي سقطت أو أسقطت أيما كان الوضع في روسيا، كيف ترى هذا الأمر؟ أولا يجب أن نسبق الأحداث ونطلق كما أقول التوقعات أو استنتاجات، ولكن إذا حدث ما حدث فهذا كان متوقعا كما قيل وقت تم التمرد أو حركة التمرد أن هذه هي طريقة الرئيس الروسي أو الطريقة الروسية بشكل عام للتخلص ممن تمرد، وكان الأمر مجرد كما يقال هنا كان يقال أنها كيف سيكون التخلص منه أو متى سيكون التخلص منه، ولكن كان الأمر شبه محسوما لأن هذه طبيعة التعامل العسكري في مثل هذه الأمور من استبعاد أو تخلص من أفراد أو لا أريد أن أقول أنها إسقاط، ولكن هناك بالتأكيد ستكون الشبهات حول لماذا هذه الطائرة بالذات ولمن هم، إذا كان هناك هو الشخص المقصود ومن كان معه على الطائرة من قيادات سواء كان في فاغنر أو قيادات روسية أخرى أو أفراد. كل هذه طبعا قلة المعلومات التي توفرت لدي حتى هذه اللحظة، ومن كلام ما أذيع حتى هذه اللحظة مجرد سطور ولا نعرف التفاصيل، ولكن بالتأكيد كان هناك توقع، ولا أريد أن أقول أنه توقع حاسم، ولكن هناك توقع من أسلوب والتعامل في مثل هذه الأمور، وخصوصا نتعامل مع المؤسسة العسكرية الروسية، والحسم والحزم وتصفية التمرد بشكل أو آخر يجب أن تكون حاسما، وبالتالي كان رئيس فاغنر كان تمرد بشكل أو آخر ولكن تم الإبطاء من تمرده أو محاولة احتوائه أو محاولة إبعاده عن مركز القرار أو أماكن التحرك، وبالتالي كان هناك كما أشرت حضرتك حكاية لجوئه أو إبعاده إلى بيلاروسيا على وجه الخصوص، ولكن لا أحد كان يعرف ماذا كان مصير أو تحرك أو تحركات فاغنر، رئيس فاغنر حتى أكون واضحا، بما يتعلق بوجوده أو عدم وجوده في مكان ما أو في زمان ما، وبالتالي هناك كان الكثير من الغموض التي أحاط بالموضوع بشكل عام، ولكن كان كما كان متوقعا أن هناك نوع من التمرد حصل وحصل بشكل أو آخر حسب القراءة الأمريكية حتى أكون واضحا، قد نتفق أو نختلف معها، كان هناك نوع من الزلزلة أو نقول من الهزة السياسية والعسكرية داخل الكريملين، وبالتالي كان الأمر المصار كيف سيتم التخلص من يفغيني ومتى سيتم التخلص منه بشكل أو آخر. نعم، أذهب أيضا إلى ألاباما والدكتور جيدويغ ديفيس ضيف الكريم من هناك. أستاذ جيدويغ، أنت أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تروي، كيف ترى هذا الأمر؟ قراءتك لهذا الأمر، سقوط أو إسقاط هذه الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر وتأثيره في المنطقة المحيطة به؟
في البداية شكرا جزيلا على استضافتي ببرنامجكم، ومن دواعي فخري أن أكون معكم. هناك الكثير من المعلومات التي ننتظرها على مدار الأيام الماضمة، سواء بشأن العملية في أوكرانيا ومسار الحرب. فهناك الكثير من التساؤلات أيضا بشأن هذه الحادثة، هل كانت هناك أسلحة على متن الطائرة؟ الطائرة الآن وهذا الحادث من المبكر جدا أن نتوقع ما هي الحقائق، ولكنه حدثا جللا بالطبع، ولكن هذا يأتي بناء على ما تفعله روسيا. ولكن كباحث ودارس وأستاذ في العلاقات الدولية لابد أن ننتظر إلى ظهور الحقائق النهائية قبل إصدار أي أحكام، ولكن هذا أمر جللا كما ذكرت، ويؤثر على كثير من الطبائع والعمليات وكثير من الجوانب في روسيا، وأيضا يؤثر على النظام السياسي. وهناك كثير من التوقعات بالطبع، كل المنصات الإعلامية سوف تتناول هذا الأمر وهذه الحقائق. وكانت هناك كثير من المعارضة من مجموعة فاغنر منذ فترة وجيزة، فلابد كان من المتوقع أن ننتظر مثل هذه الأحداث، ولكن في حتى هذه اللحظة نحن ننتظر، فلا زال الوقت مبكرا جدا أن يكون لدينا قرار وحكم نهائي بشأن حادث الطائرة وما هي مسبباته. لقد سمعت عن هذا الخبر لأول مرة في محطتكم الموقرة، فمن الصعب أن أقول أي حقائق أو توقعات حول أسباب إسقاط أو سقوط هذه الطائرة، فبالتالي الأمر يتعلق بأهمية هذا الحدث. بالطبع سوف يكون له تداعيات وتأثيرات في العالم أجمع، ولا سيما في منطقة الواقع بين روسيا وأوكرانيا، فبالتالي هذا يؤثر على النظام الداخلي والمحلي في روسيا بالطبع. نعم، أذهب أيضا إلى ضيف الكريم من واشنطن السيد برينت سادلر، الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. سيد سادلر، استقبالك بداية لهذا الأمر، كيف استقبلت هذا الخبر، خبر إسقاط أو سقوط هذه الطائرة التي كان على متنها السيد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر؟ وإذا ثبت هذا الأمر، ما تأثير هذا الأمر على تواجد فاغنر في الداخل الأوكراني أولا، وأيضا في القارة الإفريقية؟ نبدأ بأوكرانيا. حسنا، وفقا لما وصلني من المعلومات، في نفس الوقت حيث أني سمعت عن هذه المعلومات من خلال بعض المنصات ومن خلال محطتكم، فهناك الكثير من المحطات التي تتحدث عن هذا الحادث، فهذا الأمر حديث جدا، ولا يوجد أي اندهاش بأن كان بريفغيني بريغوجين كان ضمن قائمة الاغتيالات داخل روسيا. فأنا شخصيا غير مندهش، فأنا أعلم تماما كيف تسير الأمور في موسكو في هذه الأيام. ووفقا للتأثير على الحرب في أوكرانيا، أعتقد أنه لن يؤثر بشكل كبير على الحقائق في أرض الواقع، أو سوف تسرع أو تبطئ الهجمة المضادة الأوكرانية التي تستمر حتى الآن. التساؤل الأكبر هنا وربما يتعلق بالقضايا والشؤون الداخلية في موسكو، ولكن بالطبع بالنسبة لي هنا السؤال الأكبر هنا ما يحدث لكافة المرتزقة الذين يعملون لصالح فاغنر حول العالم. في الوقت هم في مالي، وكذلك يدعمون التمرد في النيجر، وكذلك في يتفاعلون مع الإيكواس في الحدود المتاخمة للنيجر، ومع الاستعداد للتدخل العسكري لإعادة الرئيس المنتخب في النيجر. فاغنر تعتقد أنها جزء من حركات الدفاع في هذه الحركة، وهناك الكثير من القوات أيضا في أوكرانيا التي تصارع وتقاتل نيابة عن روسيا، فبالتالي هم انتقلوا في بيلاروسيا، والرئيس لوكاشينكو يرى أنه يمكن الاستغلال لهم للحد من الضغط السياسي. نحن نرى المرتزقة في كثير من البقاع، ويعملون في تحقيق مصالح كبيرة لموسكو، ويمكن أن تكون هناك تداعيات على النطاق الأوسع أكبر من أرض المعركة في أوكرانيا. نعم، هذا بالنسبة لأوكرانيا. ماذا عن أفريقيا والتواجد الملحوظ والكبير لهذه المجموعة، مجموعة فاغنر في الداخل الأفريقي؟
حسنا، فاغنر كانت موجودة في افريقيا لفترة طويلة ولديهم كثير من التفاعلات والنجاحات ايضا، وهم يعتقدون ان واعتقد ان هناك الالاف من المرتزقة في مالي الذين يدعمون الجهود هناك وكذلك في افريقيا الوسطى، حيث كان لديهم دور استشاري، بعد ذلك اتخذوا اجراءات في دعم النظام في جمهورية وسط افريقيا، وهم يستفيدون في تلك المنطقة في غرب افريقيا. وفي الوقت الراهن في النيجر التي عانت من تمرد اخيرا منذ شهر، ايضا تأتي كنقطة حاسمة وفاصلة في مجموعة فاغنر. وايضا ماغنر كان تم دعوتها من جانب قادة التمرد منذ عدة اسابيع، واعتقد انهم موجودين كما نتحدث الان. نعم، أود أن أشكر ضيوف الكرام من واشنطن السيد توماس جورجسيان الكاتب والباحث السياسي، وأيضا من ألاباما الدكتور جيدويك ديفيس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تروي، وأتمنى من ضيوف الكرام الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، وأيضا ضيف الكريم من واشنطن السيد برينت سادلر الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية البقاء معنا في هذه التغطية لهذا الحدث العارض الذي ذكرناه لحضرتكم، سقوط هذه الطائرة التي يقال أن كان عليها قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. أذهب بهذا الأمر إلى الدكتور أحمد سيد أحمد أستاذ أو خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، كيف ترى هذا الأمر الجلل المفاجئ الذي حدث اليوم بسقوط هذه الطائرة، إما سقوط أو إسقاط، الاتهامات تذهب في كافة الأنحاء، كيف ترى مجمل الوضع؟ يعني في الواقع أستاذ كمال أن الاحتمالات مفتوحة، لكن أنا في اعتقادي أن الرواية أو سردية أنه تم اغتياله أو إسقاط الطائرة ربما تبدو مستبعدة. لماذا؟ لأن بريغوجين هو يتحرك بحرية، هو بينه وبين الرئيس بوتين استقبله بعد التمرد الشهير، وكان هناك اتفاق على قواعد اللعبة، وبالتالي ليس من الحكمة في هذا التوقيت أن يتم اتخاذ قرار الاغتيال أو إسقاط الطائرة، لأن هذا سيكون له تداعيات سلبية فيما يتعلق برد فعل فاغنر وأعضاء فاغنر، وهم بالآلاف وجزء منهم كبير ما زال موجود في روسيا وموجود في أيضا في أوكرانيا، ولم يتم نقلهم إلى بيلاروس كما كان الاتفاق. وبالتالي ما الذي تشير إليه بردات فعل فاغنر؟ هل من الممكن أن تحدث حوادث أخرى؟ هل من الممكن أن حوادث الطائرات بدون طيارة التي تحدث الآن في موسكو والتي توقفت حالة الطيران اليوم في مطار موسكو بسببها، هل قد يعود هذا الأمر بسبب فاغنر؟ قد تشير الاتهامات إليها أم لا؟ أنا في اعتقادي أن هذا تطور خطير فعلا، لأن القضية الآن ليست في هو اغتيل أو لم أو سقطت بظروف طبيعية، ولكن هي التداعيات، لأن التحقيقات هي ستظهر هذه الحادث وطبيعته. لكن على الأقل نتكلم الآن عن التداعيات، ما هو رد مجموعة فاغنر. هناك يعني جناح متشدد داخل فاغنر الذي كان قاد التمرد في المرة السابقة، وكان يذهب إلى موسكو يريد احتلال موسكو، وهذا الجناح المتشدد الذي كان يتزعمه بريغوجين عن انتقادات الشديدة له وزير الدفاع ووزارة الدفاع الروسية، وبالتالي لم يتم تصفية الأجواء بينهما، وبالتالي كان هنا فكرة المباراة الصفرية. لكن قرار التخلص أو تحييد أو تفكيك نقول فاغنر كان قرارا استراتيجيا اتخذ، سواء بوسائل مختلفة، بنقلهم أولا كان بتحييدهم من معركة أوكرانيا والاعتماد فقط على القوات الروسية، لأن فكرة وفلسفة الاعتماد على ميليشيا وربما قوات غير نظامية في المعارك جاءت بنتائج سلبية وقلب السحر على الساحر، وكانت قرارا ربما خطأ استراتيجيا كبيرا دفعت روسيا ثمنه، واضطر الرئيس بوتين في وقتها والدولة الروسية أن تتعامل بهذا الأمر حتى لا تعطي فرصة لأوكرانيا أو أمريكا أو الغرب أن يستغل هذا الانقسام أو يغذيه، وبالتالي لجأ إلى الاحتواء. وبالتالي أعتقد أن فكرة أو قرار إسقاط الطائرة كان ليس من الحكمة، لأن هذا يعني سيكون له تداعيات على الجبهة في الأوكرانية، على أزرع أو نفوذ حتى روسيا في القارة الإفريقية في ظل الآن أزمة النيجر وأزمات مختلفة، وهناك تمدد ونفوذ روسي، والزراعة الأساسية لروسيا هي شركة فاغنر، وبالتالي كانت الاستراتيجية الروسية
تقوم على فكرة إبعاد وتحييد فاغنر من داخل روسيا حتى تشكل تهديد أو كيان موازي للدولة الروسية أو القوات المسلحة الروسية، والإتمام في الصفقة بوساطة بيلاروسيا، وهو إما دمج هذه العناصر في الجيش الروسي وإبرام عقود، أو إما يعني عودتهم إلى الحياة المدنية، أو إما نقلهم إلى مكان آخر. لكن لم يكن هناك قرار أيضا بالاستغناء التام عن فاغنر، كان فقط استوظيف فاغنر في أهداف خارجية في دول مختلفة. ونتذكر قول سيرجي لافروف عندما قال أن علاقات فاغنر بالدول الأفريقية تخضع للعقود المبرمة بينهما، بما يعني ظاهريا تخلي روسيا عن هذه القضية أنها لا تعني الدولة الروسية، لكن على الأقل اغتيال أو قتل أو موت أو فقدان زعيم فاغنر سيكون لها تداعيات على فاغنر بالطبع على مستقبل هذه المجموعة. أعتقد أنه سيعجل بأمرين، إما بالتفكيك وبالتالي حل هذه المجموعة على الأقل في المدى القريب، أو إما تكون هناك رد فعل ربما سلبيا من جانب عناصر من هذا الفاغنر. وفاغنر ليسهم كلهم مرتزقة، هناك بعضهم كان جزءا في القوات الروسية السابقة، لديهم أسلحة متطورة، لديهم يعني قدرات وأزرع عسكرية يمكن أن تشكل تهديد حقيقي للدولة الروسية. ولذلك هنا أعتقد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة. هذا حدث فعلا حدث مهم، حدث يعني له تداعيات خطيرة على الجانب الروسي. أعتقد أن يعني رد الفعل الغربي ورد فعل أوكرانيا سيكون هناك نوع من الاصطياد في الماء العكر، وتوظيف وإظهار أن هناك حالة من عدم الاستقرار داخل روسيا، أن هناك حالة من الانقسام وحالة من الصراع، ربما نشهد بعض المواجهات، لكن على الأقل قدرة واحتواء الدولة الروسية وتعاملها مع الموقف وسرعة إظهار الحقائق بأن أنه لم يتعرض للاغتيال أو الإسقاط العمدي، وأن هذا حادث نتيجة لي يعني مشاكل في الملاحة بسبب توقف حركة الطيران في الأيام السابقة وبسبب الطائرات المسيرة، ربما هذه الرواية الروسية أو هذه الحقائق ربما تنزع ربما جزء من فتيل الأزمة، لكن على الأقل سيكون هناك رد فعل. هذا الفاغنر ستلعب أو عناصر المتشددة في فاغنر ستلعب على سردية أن هذا كان تخطيط من وزير الدفاع، ولذلك ستحسم الأمور أو الساعات المقبلة إلى أين تتجه المسار. لكن في نهاية المطاف أستاذ كمال، قرار فاغنر وحل فاغنر وتحييدها داخل روسيا هو قرار استراتيجي، سواء اتخذ بوسائل مختلفة بصفقات مختلفة، ولا أعتقد أن القرار الإسقاط كما يعني يحاول البعض أو الترويج لهذه السردية بأنه اغتيل، لا أعتقد أن روسيا ليست في حاجة عاجلة إلى أن تقوم بهذا السيناريو، لأن الرجل يتحرك، معنى أنه كان هناك تفاهمات على الأقل مع رئيس بوتين، هو صديقه الشخصي رغم الخلافات المستمرة بينه وبين وزير الدفاع، والرجل صرح منذ أيام قليلة أول أمس عندما قال أنه سيكون في مالي وأنه يدافع عن روسيا ويجعل روسيا عظيمة، وبالتالي يعني هناك علامات استفهام كثيرة حول الحادث، حول تداعيات هذا الحادث على الداخل الروسي. سنتحدث عن هذه علامات الاستفهام هذه، وأيضا إلى أين تشير أصابع الاتهام بخصوص مقتل قائد فاغنر، الذي تشير التقارير أنه كان على هذه الطائرة التي سقطت أو أسقطت وهي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ. سنشير إلى هذا الأمر، لكن اسمح لي في البداية أن نذهب إلى معرفة المزيد عن قائد مجموعة فاغنر في سياق العرض التالي. We'll be right back.
أيضا مشاهدي الكرام اسمحوا لنا على هذا الخبر العاجل أن أرحب بضيوف كرام من بيروت. بداية ينضم إلينا الدكتور سمير أيوب خبير الشؤون الروسية، وأيضا ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم الكاتب والباحث السياسي، وإلى جانب ضيوف الكرام بالتأكيد من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، ومن واشنطن السيد برنت سيدلر الدبلوماسي السابق. في البداية أبدأ بالدكتور سمير. دكتور سمير، كيف تابعت هذا الخبر المفاجئ بسقوط أو بإسقاط هذه الطائرة التي قيل أنها تقل قائد مجموعة فاغنر؟ وإذا ثبت هذا الأمر ما تبعات هذا الخبر؟ صحيح، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم وللضيوف الكرام. يعني حقيقة هذا الخبر صحيح خبر مفاجئ، ويعني لم يكن يتوقعه أحد، لكن حتى الآن من السابق لأوانه القول ما هي الأسباب، وهل حقيقة بريغوجين موجود على هذه الطائرة أم لا. يعني حتى الآن ومنذ دقيقتين لم تكن هناك أي مصادر رسمية تؤكد وجود بريغوجين على هذه الطائرة، كل المعلومات لا تزال تخمينات ولا تزال من مصادر خاصة وليست مصادر رسمية. ولكن إذا صح هذا الخبر يعني بتقديري ليس من مصلحة الرئيس بوتين ولا حتى كل من حول الرئيس بوتين أن يكون له أي ضلع في هذه العملية، وإن عكس ذلك تماما. يعني يمكن أن يتأثر الرئيس بوتين سلبيا بهذه العملية، ونحن نعلم أنه منذ أن انتهت محاولة التمرد كانت العلاقات لا تزال جيدة، والرئيس بوتين استقبل بريغوجين وكانت العلاقة وأعيدت العلاقات إلى سابق عهدها. الآن أنا لا أستبعد في حال كان حقيقة وصحيح أن بريغوجين موجود على متن هذه الطائرة، لا أستبعد أن يكون هناك طرف ثالث يريد أن من وراء هذه العملية أن يزعزع الأوضاع في روسيا وأن يتهم الرئيس بوتين أو من هم ومنهم أقرب إلى قيادة الرئيس بوتين بهذه العملية. إذن الهدف ليس بريغوجين بقدر ما هو الهدف زعزعة الأمن الداخلي والوضع الداخلي في روسيا، لكن بتقديري الرئيس بوتين قدير ولديه القدرة ولديه الذكاء من أجل يعني من أجل إظهار الحقيقة التامة التي حصلت والتي أدت. نعم، أذهب مباشرة إلى الدكتور آصف ملحم. هل تتفق مع ضيف الكريم الدكتور سمير أيوب في تحليله عن استبعاد وجود استهداف مباشر من قبل روسيا لبريغوجين؟ دكتور آصف؟ أعود مرة أخرى إلى ضيفي من واشنطن السيد برنت سادلر الدبلوماسي السابق. سيد برنت، هل تتفق مع ضيف الكريم الدكتور سمير أيوب فيما ذكره من أن استبعاد أن يكون هناك استهداف مباشر من قبل روسيا لقائد مجموعة فاغنر؟ هذا سؤال وجيه للغاية، لا نعلم تماما الإجابة حتى الآن، ولكن لسوء الحظ هذا الأمر يعتمد بشكل كبير كيف يمكنك تقيم الظروف الراهنة في موسكو وبوتين. هناك تاريخ حافل فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأدائه، حيث أن هناك كثير من الرغبات من جانب الدوائر المقربة إلى بوتين أن ينتهجون هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة. هل كانت هي حقا تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن كان هناك عطل ميكانيكي داخل الطائرة؟ ولكن هناك كثير من الأقاويل بالطبع في الداخل الروسي، ولكن في النهاية هناك أشخاص على الطائرة تم قتلهم، ولكن سوف نجد هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة. ولكن مرة أخرى هناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، والآن سوف يحاولون إيجاد قائد جديد أو قادة جدد. سيد سادلر، هل تربط ما بين كل هذا التوتر في حالة الطيران في الداخل الروسي وبالأخص في موسكو الذي حدث اليوم وأمس، الطائرات بدون طيار، سقوط أو إسقاط هذه الطائرة اليوم، أيضا إقالة القائد الخاص بالقوات الجوية الروسية اليوم، هل تربط ما بين كل هذه الأمور أم لا؟
أعتقد أن الإجابة القصيرة لا، هذا بشكل مباشر. لقد كانت أوكرانيا تشن حملة لإضعاف الدعم الأوسع لروسيا في هذه الحرب، ولكن الأمر واضح تماما وبكل وضوح أن هناك كثير من الاستهداف لناطحة السحاب وبعض المناطق، لإيصال رسالة أن يمكن الوصول إلى الداخل الروسي والعمق الروسي، وهذا الأمر يختلف تماما عن الشؤون الداخلية في روسيا الذي ظهرت في هذه الأحداث عندما عندما غادر قائد فاغنر إلى بيلاروسيا. ولكن هذا الأمر منفصل تماما ولا يوجد أي رابط، فإن الهجمات بالمسيرات لا ترتبط بإسقاط هذه الطائرة اليوم، وبالتالي هذه الأمور الجارية في ميدان المعركة أيضا لا ترتبط أيضا بإسقاط هذه الطائرة، ولا ترتبط بقتل بريغوجين أو ترتبط بأي شكل من الأشكال بالحرب في أوكرانيا. نعم، في ظل الأنباء التي تتحدث عن مقتل قائد فاغنر يفجيني بريغوجين خلال سقوط طائرة أو إسقاط طائرة أيا ما كان الوضع، طائرة مدنية فوق موسكو، هذه الصور المباشرة تأتينا حيث يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفلا موسيقيا مخصصا للذكرى 80 لانتصار القوات السوفيتية في معركة كورسك. أذهب مباشرة إلى الدكتور آصف ملحم من موسكو، الكاتب والباحث السياسي. دكتور آصف، كيف تربط ما بين هذين الأمرين، وجود الرئيس الروسي الآن في حفل موسيقي وسقوط هذه الطائرة التي يقال أنها عليها قائد مجموعة فاغنر، ليس هناك ربط ما بين الأمرين؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدي، أعتقد أنه من الأفضل ألا نستبق الأحداث حتى الآن. هناك يعني سيل من الشائعات وسيل من الأنباء التي تتدفق من جميع، وكل يعني يعطي روايته للموضوع. هناك من يقول أنه رأى دخانا قبل سقوط الطائرة، أي هذا يعني أن هناك وسائل دفاع جوية أسقطت هذه الطائرة. هناك من يقول أنه سمع انفجاران في السماء مناطق. هناك من يقول أن الطائرة عندما انطلقت من مطار شيريميتيفا إلى فوق مدينة زيلونغراد. لكن المؤكد لدينا الآن أن الوكالة الفيدرالية للطيران في روسيا أكدت مقتل قائد فاغنر يفجيني بريغوجين، وأنه كان على متن هذه الطائرة. إذن هو أمر واقع وحدث جلل بالتأكيد في هذه الآونة، لكنه حدث. نعم سيدي، حتى الآن في الواقع نعم، وكالة الطيران الروسية قد تكون أكدت الخبر، ولكن هناك مصادر أخرى حتى الآن تقول رواية مختلفة تماما، أنه ليس بالضرورة أن يكون بريغوجين قد قتل. أو على كل حال يجب أن ننتظر، يعني هذا الموضوع لا يمكن تأكيده حتى الآن، حتى يتم فحص مكان سقوط الطائرة والأشخاص الذين كانوا على متنها، ولكي يتأكد الخبر بشكل كامل. الروايات كثيرة يعني، والحجم الأنباء التي تتدفق كبير جدا. هناك من يقول انه لم يرى دخانا يعني قبل سقوط الطائره، وبالتالي لا يمكن ان تكون احدى وسائط الدفاع الجوي قد اسقطت الطائره. هناك من يقول ان هذه الطائره فقدت يعني عن الرادارات في الساعه 6:11 فوق تحديدا المكان اقامه الرئيس بوتين. الرئيس بوتين عنده مكان الاقامه في منطقه فالداي شمال موسكو، وانه فقد التواصل مع الرادار في هذه المنطقه تحديدا. ولكن هذا شيء اعتيادي، لان فوق هذه المنطقه تفقد جميع الطائرات المدنيه اتصالاتها بالرادارات. الموضوع فيه الكثير من الاخذ والرد، ولكن بالتاكيد سيكون له تداعيات سياسيه معينه. ولكنني اعتقد يعني، واضم صوتي صوت الزملاء الذين تكلموا قبلي، بان الرئيس بوتين قادر على ضبط هذه المرحله ولعدم حصول اي تداعيات كبيره نتيجه لمقتل بريغوجين. طيب سيد الفاضل، بعيدا عن هي سقطت ام اسقطت، بعيدا عن هذه الامور التي لم تتبين حتى الان بعد، لكن مقتل قائد فاغنر، ما تبعات هذا الخبر من وجهه نظرك؟ سيدي، فيما يتعلق يعني، لو تأملنا جميع الأحداث التي حدثت، أعتقد أن الرئيس بوتين استطاع أن لو كان التمرد الذي قام به بريغوجين حقيقة هو تمرد،
أو وليس مسرحية. بكل الأحوال تم ضبط هذا الأمر وأجرت مصالحة يعني بين والرئيس لوكاشينكا الرئيس البيلاروسي تعهد دخل على خط هذه الأزمة وحل هذه القضية. لذلك أعتقد أنه على الساحة الداخلية لن يحدث أي شيء. بريغوجين صحيح أنه له علاقات واسعة جدا داخل أجهزة الأمن وداخل أجهزة الأمن الروسية وغير الروسية، ولكن أنا وفق تقديري أنه لن يكون هناك أي تداعيات. سيتم اختيار، قد يتم اختيار شخص آخر لقيادة مجموعة فاغنر بعده في بيلاروسيا تحديدا، وقد يكون العمل حقيقة يعني قد يكون هناك طرف ثالث قد دخل على خط هذا الموضوع، وخاصة في ظل هذا التوتر الحاصل في روسيا. ولذلك روسيا مرت بمراحل أصعب من ذلك بكثير، فلذلك ضبط هذا الموضوع أعتقد أنه يكون سهل جدا. قد نشهد يعني في الأيام المقبلة تصاعد التصريحات بين الأطراف المختلفة هنا، ولكن بشكل عام لن تؤدي إلى أي اختلال في النخبة الحاكمة السياسية. نعم، قد يكون هناك طرف ثالث قد دخل إلى هذا الأمر. أذهب بهذه الرؤية إلى ضيف الكريم من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. هل تتفق مع هذا الطرح أنه من الممكن أن يكون هناك طرف ثالث دخل بالفعل في هذا الأمر وأسقط هذه الطائرة؟ يعني أستاذ كمال، في غياب المعلومات حتى الآن، لأن هذا حادث وتطلب التحقيق والوصول إلى يعني كيفية إسقاط أو سقوط هذه الطائرة، لكن بمنطق المصلحة خدمات الطوارئ الروسية أعلنت بالفعل عن فتح تحقيق في هذا الأمر في إسقاط أو سقوط الطائرة. تمام، لكن بمنطق المصلحة ليس من مصلحة الدولة الروسية إسقاط هذه الطائرة والدخول في صدام أو مع عناصر فاغنر واختيار أو سموه الحل الاستئصالي، لكن من منطق المصلحة أيضا كان هناك أطراف أخرى، أطراف أوكرانية في محاولة لإعادة إحياء مرة أخرى هذا الانقسام والتوتر داخل روسيا، بعد أن استطاعت روسيا والرئيس بوتين شخصيا من احتواء التمرد السابق ومنع حرب أهلية أو حتى مشكلة كبيرة في روسيا. أعتقد أن ربما هناك أطراف ربما سعت إلى هذه إسقاط هذه الطائرة، وبالتالي إلصاق التهمة بأن وزير الدفاع شويغو هو الذي لديه عداء أو عداء بينه وبين بريغوجين، أعتقد أن هناك قد يكون هذا أحد السرديات. لكن أنا يهمنا الأمر الآن هو تداعيات هذا الغياب قائد فاغنر على المجموعة ذاتها وعلى علاقات الدولة الروسية بهذه المجموعة وعلى الحرب في أوكرانيا وعلى وضع روسيا الخارجي. لأن أولا بريغوجين هو كان العقل المدبر، أعتقد من الصعب أن يكون هناك خليفة له أو يدبر، هو الذي كون المجموعة، هو الذي أدارها، كان لديه كاريزما كبيرة، وهذه الكاريزما التي جعلت العناصر تلتف حوله، ليس كلهم فقط من المرتزقة، كان هناك عناصر من الجيش الروسي السابق، وبالتالي أعتقد هذا ستمثل ضربة قوية لمجموعة فاغنر، وبالتالي سيؤدي إلى ربما سهولة أو ربما تفكيكها في المدى القصير. الآن النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وهذه النقطة الأهم، لأن من لديه مصلحة في إثارة فتنة داخل روسيا الآن، في إثارة مواجهة أو صدام بين ربما أتباع فاغنر للانتقام لقائدهم تحت رواية أنه تعرض للاغتيال أو الإسقاط، هؤلاء من يريد هذه المصلحة يريد أن يصطاد وأن يؤدي لأن تدخل روسيا في هذه الدوامة مرة أخرى التي فشلت فيها سيناريو أو التمرد في الشهر يونيو الماضي. ولذلك سيكون له تداعيات على الجبهة الأوكرانية، هناك الآن ترقب غربي وأمريكا حقيقة للدفع باتجاه أن ما قام به بوتين هو محاولة لقتله ومحاولة لتصفيته، وبالتالي إثارة عناصر فاغنر خاصة العناصر الربما الأكثر تعلقا وتشددا والمؤثرة، وفاغنر هناك ما بين 20 و 25 ألف يعني من مقاتلي فاغنر، ورقم ليس هين، ويمثل قوة ضاربة لم تنقل كلها وفقا لاتفاقات وتفاهمات لوكاشينكو في حاكم رئيس بيلاروسي نقلهم خارج روسيا، ما زالوا موجودين. وبالتالي الآن هنا أعتقد أن الدولة الروسية ستكون حريصة في التعامل توضيح الحقائق بشكل سريع لمنع أي أو التوجه الأنظار نحو سردية أو رواية أنه تم تصفيته وقتله من قبل وزارة الدفاع أو شويغو أو غيرهم من أطراف ثالثة. الأمر الأهم أيضا هو أن ربما هذا الاغتيال سيضعف أيضا من فاغنر، سيتجه دفع عناصر كثيرة، خاصة أن الرئيس بوتين والدولة الروسية هي استوعبت الدرس جيدا، هي اعتبرت ورهنت على أن الرمي أو الاعتماد بشكل كبير على فاغنر صحيح في أدوا دور كبير في أوكرانيا في معركة بخموت
في ماريوبور وغيرها من المناطق، لكن الشهور الأخيرة ومنذ التمرد تقريبا فاغنر خرجت من معادلة الصراع في أوكرانيا، لم تعد تقاتل، وبالتالي كان الرسالة أن الجيش الروسي والدولة الروسية قادرة على مواصلة المعارك، أنها ليست تعتمد بشكل أساسي على فاغنر، أنها لديها كل الأسلحة والتعامل مع الأسلحة الغربية، وبالتالي هنا هذا ربما سيسهل من مهمة الدولة الروسية في تحييد أو تفكيك وربما دمج عناصر فاغنر في الجيش الروسي، وبالتالي هنا السيناريوهات أن تكون هناك مقاومة أو معركة عسكرية أو حرب أو غيرها من السيناريوهات التي يتمناها ربما الغرب ويراهن عليها في هذا التوقيت، أعتقد أنها ستكون ضعيفة، لأن الدولة الروسية ليس من مصلحتها والرئيس الروسي أكثر ذكاء في أن تنجرف روسيا إلى صراع داخلي إلى حرب، وهو ما تعامل معه في منطق التمرد السابق وجاء بزعيم فاغنر واستقبله في الكريملين وأبرى معه اتفاقات وعادت العلاقات على الأقل إلى حالتها الطبيعية، ولذلك الآن هناك تأثيرات مهمة، لكن التأثير أيضا على وضع فاغنر فيما يتعلق بإفريقيا في ظل هذه التوترات والصراعات الجيوسياسية، ولا ننسى أن هناك الآن اتهامات أمريكية اللي هي المجلس العسكري لدول في إفريقيا بوركينا فاسو ومالي باستقطاب فاغنر بزيادة نفوذها، وبالتالي هناك مصلحة في ربما طرف آخر في التخلص من فاغنر. طيب لو تسمح لي دكتور أحمد أن أذهب بهذا التوصيف الكامل إلى ضيف الكريم من بيروت الدكتور سمير أيوب. دكتور سمير، ما ردات الفعل على هذا الأمر بخصوص مجموعة فاغنر ذاتها؟ هل هذا الأمر تتفق مع ضيف الكريم أن هذا الأمر قد يسهل مهمة الدولة الروسية في تحييد مجموعة فاغنر أو استقطابها أم لا؟ يعني بغض النظر عن هذا، لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تؤثر على مجموعة فاغنر الآن. الرئيس بوتين منذ نهاية التمرد استطاع استيعاب مجموعات فاغنر وكل من كان يؤيد مطالب فاغنر، وقام بحل هذه المشكلة. لذلك ذهابها إلى بيلاروسيا واستطاعة الرئيس بوتين حل هذه المشكلة كما قلت أدى إلى قبول بريغوجين بكل ما اقترحه بوتين وكل ما اتفق مع لوكاشينكا في بيلاروسيا. لكن أذكر بأن التصريح الأخير لبريغوجين عندما قال أنه يريد العمل من أجل مصالح روسيا في أفريقيا لتصبح روسيا عظيمة، أيضا هذا يدل على أن العلاقات كانت ممتازة وعادت إلى سابق عهدها بينه وبين الرئيس بوتين. لكن أنا عندما قلت يمكن أن يكون هناك طرف ثالث في حال تأكد أن الطائرة سقطت بواسطة عمل تخريبي أو عمل إرهابي أو عمل يعني غير بسبب عطل فني، لكن حتى الآن يعني مجرد أنها طائرة ويمكن أن تحصل يعني أي حوادث للطائرات ويمكن أن تكون صدفة حصل هذا الحادث أو هذا خلل فني بهذه الطائرة، لا يمكن أن نستبعد أي عامل، لكن في حال تأكد أن هناك عمل تخريبي أنا لا أستبعد أن يكون العامل خارجي وليس روسي داخلي، يعني من محيط وزارة الدفاع أو محيط كما يحاولون الآن من يعني وزارة الدفاع الروسية بقيادة وزير الدفاع. طيب أخذ منك هذه الجملة سيد الفاضل وأذهب إلى ضيف الكريم من واشنطن السيد برينت سادلر الدبلوماسي السابق. السيد برينت، البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت منذ لحظات أن لديها علم بالفعل بأن هناك تقارير تشير إلى مقتل مجموعة فاغنر في هذه الطائرة، كيف ترى هذا الأمر؟ still much the same. لازال الأمر كما هو عليه، لا نعلم تماما ولا متأكدين بما حدث لهذه الطائرة، ولكن لا شك أن بوتين سوف يستفيد من مقتل بريغوجين، والفاغنر الآن تبحث عن قائد جديد. هذه هي الوقائع والحقائق لهذه الأحداث. بالطبع سوف يكون أمرا مدهشا إذا ما تم تدمير الطائرة عن عمد، إن كان هناك محاولة قتل الذين كانوا على هذه الطائرة سواء من مجموعة فاغنر أو غيرهم تبقى للتحقيقات. وفبالتالي الأمر هذا غير مدهشا، ولكن المعلومات لازالت غامضة وغير شاملة، لابد أن ننتظر حتى ظهور الحقائق النهائية لهذه الرواية.
نعم أشكرك بالتأكيد، شكرا جزيلا السيد برينت سادلر الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. وأتمنى أن يبقى معي أو معنا ضيوفنا الكرام من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، وأيضا من بيروت الدكتور سمير أيوب خبير الشؤون الروسية، والدكتور آصف ملحم الكاتب والباحث السياسي من موسكو. التغطية بالتأكيد مستمرة مع حضراتكم، لكن بعد قليل مع زميلي العزيزين داليا أبو عميرة والزميل ياسر رشدي. أما أنا فأشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، هذه تحياتي كمال ماضي، في أمان الله.